طيب احنا الهدف انه لما هعمل داتا شو، بس حبيت اتاكد معك مهندس سمر كده كويس، اه الشاشة تمام، كده واضحة. الضوء كويس. اه اوكي تمام. تمام. اوكي طيب، السلام عليكم مرة تانية، ناس كلكم معكم كوثر جدة من تونس، من بيم تونيزيا. أنا مهندسة معمارية وخريجة الجامعة الأردنية، و بشتغل في تونس من سنة 2005، وبقالي فترة فتحت مكتب، شركة تدريب وبيم implementation وبيم سيرفيسز في تونس، اللي هي بيم تونيزيا من سنة 2018. أولا اليوم هنتكلم عن البيم implementation بطريقة مبسطة. ليه بقول كده؟ لأنه دايما بيجيني سؤال من الشركات والناس اللي بدربهم، انه ازاي اطور نفسي في البيم، ازاي نقدر بجد نشتغل بطريقة يعني بيم implementation في الشركة بتاعتنا، ازاي ابقى بيم مانجر. في اسئلة كتير، وبصراحة هي يعني اسئلة يعني شاملة كتير، ف بلاقي احسن حاجة اني ابسط الموضوع وأتكلم بطريقة عملية إزاي بنطبق يعني المراحل الأساسية في البيم implementation. فزي ما نقول كده، على أساس إني أحاول إني أبسط الموضوع وأدي يعني خطوات فعلية وبطريقة عملية. فقسمت المراحل دي على 5 مراحل، اللي هي ال Common Data Environment، ال Template Preparation، الموديلنج اند كنترول، كوميونيكيشن، والبروسيس اند بروسيجرز. وفي نقاط لازم اتكلم عنها قبل ما اتكلم عن ال5 مراحل دول. اولا، عشان واحد يبدا يعني يتعلم اي سوفت وير او اي طريقه، يعني اي سوفت وير تابع للبيم، لازم يطبق ده على مشروع. ليه؟ لانه احنا في ما شاء الله يعني تيتوريز كتير على الانترنت، يعني والمواضيع شاسعه جدا، ويعني واحد ما بيلحقش يعني. طب في تيتوريز وعملنا تريننج، وبعدين بمجرد انه نبدا نشتغل على مشروع حقيقي، هنلاقي المشاكل الحقيقيه والأوبستكلز اللي هي عادة تلاقيها بتختلف من مكتب لمكتب، لأنه كل واحد في عنده متطلبات مختلفة عن التاني. فما بنقدر إنه يعني البايلوت بروجكت ده هيخلينا نتوجه لحل الأسئلة اللي بتخص التخصص بتاعنا. فدي أول نصيحة، طبعا لازم يكون في مشروع اللي هنبدأ نطبق عليه الشغل بتاعنا عشان نقدر نبدأ نجاوب على الأسئلة اللي بتخص التخصص بتاعنا. طبعا البايلوت بروجكت ده لازم يكون فيه يعني على الأقل 3 تخصصات، ونبدأ يعني ويكون يعني سايز بتاعه متوسط، مش بضرورة كبير كتير، ولكن برضو مش صغير قوي قوي يعني، ويكون بحجم المشاريع اللي بنشتغل بيها عادة في الشركة، والاحتياجات اللي عادة دايما مطلوبة منا، عشان نقدر نبدأ منه نجهز أسلوب العمل اللي هيبقى هو نفسه الأسلوب المتكرر في باقي المشاريع. الحاجة التانية اللي برضو لازم أتكلم عنها هو إنه كل مشروع فيه عدة مراحل يعني في اللايف سايكل بتاعه. هما المراحل يعني ممكن يكونوا أكتر حتى من 10 مراحل، بس بنصنفهم عادة ل3 مراحل، اللي هي الأساسية، واللي هي برضو كمان فيها عدة تصنيفات، اللي هي الديزاين، بعدين كونستراكشن، وبعدين الأوبريشن التشغيل. وأنا اخترت إني أتكلم على مرحلة الديزاين عشان أختار يعني وأكون يعني specified أكتر في البرزنتيشن بتاعي، لأنه دي المرحلة الأولى اللي بنتفاعل فيها وبنشتغل بيها بالبيم. فاخترت إنه تكون مرحلة التصميم، وهي المرحلة الأولى اللي بنبدأ نعمل interaction مع كل المتداخلين الأصليين في المشروع. حاجة تانية، ايه السوفت وير اللي هنشتغل بيه؟ ده برضو يعني سؤال مهم كتير. ليه؟ لانه هو البيم، يمكن سمعتوها قبل كده كتير، هو مش برنامج، هو اسلوب عمل،
اسلوب عمل يعني ايه؟ يعني انه احنا في عدة برامج، بس ازاي هنشتغل بيها، واسلوب العمل والكولابوريشن بين كل المتداخلين. فلازم نحدد السوفت وير اللي هنشتغل بيه، وفي سوفت ويرز كتير حسب حسب يعني الفيز بتاع الشغل، لكن الكور سوفت وير بيكون السوفت وير اللي بنعمل بيه الموديل، يعني ده هو الأساس اللي هنحاول إنه نلم منه كل المعلومات ونعمل انتراكشن بينه وبين السوفت وير التانيين. فأنا في البرزنتيشن دي اخترت إني أتكلم على الريفيت أوتوديسك كسوفت وير اللي هشتغل عليه، وهحاول إني أعطيكم شوية يعني tips and tricks اللي واحد يعني ممكن يستعملها عشان يكون شغله يعني سلس أكتر وفي شوية automation. هنبدأ نتكلم عن المرحلة الأولى اللي هي common data environment. ال common data environment قبل ما اتكلم عنها انا لازم اتكلم عن الايزو 19650، لانه يعني بصراحه مش معقول واحد يتكلم عن البيم من غير ما يتكلم عن الايزو. والايزو ده 19650 هو الايزو المخصص لللايف سايكل للبيلدينج انفورميشن موديلينج. والايزو ده بيركز على 6 نقاط، واذا بنشوف النقاط دي هنلاقيها انفورميشن كونتينر ايدنتيفيكيشن، كلاسيفيكيشن، سستينابيلتي suitability sorry revision transition of containers approval of workflows. هحاول اني اصنفهم تاني، هما ايه النقاط اللي بيركز عليها الايزو من ناحية في عدة نواحي، لكن النقاط اللي بيركز عليها انه ازاي نقدر نعمل classification، وازاي نقدر نلم كل حاجة بطريقة centralized يعني المركزية والتصنيف. فالكونتينر اللي هو بيلم كل الملفات وكل اي حاجه تخص المشروع وكل المعلومات والمودلز والدرونجز والدوكيومنتس والداتا، هو ده اللي بنسميه الكومن داتا انفايرمنت اللي هتلم كل المعلومات اللي بتخص المشروع. ازاي بنعمل التصنيف ليها وازاي بننظمها برضو، دي طريقة مهمة، موضوع مهم قوي في الايزو، لانه بالطريقة دي احنا بنتكلم بلغة واحدة. وحتى الموضوع الريفيجنز والسوتابيليتي ده بيتكلم عن انه لما انا ادي كود لاسم الفايل يعني ايه الكود ده، هل هو موافق عليه من ناحية التصميم، من ناحية الفور دي، من ناحية الفايف دي. ففي يعني كودز في الايزو اللي بتخلينا نتكلم بنفس اللغة. طبعا الـ CDE environment هي مش بس يعني يعني هي the single source of information، بس هي هتسهل الشغل ولكل الناس، ولذلك الشغل المعلومات اللي فيها هي مش بس المودلز، هي زي ما قلنا هي non graphical data وال graphical data وكل ال information وال documents اللي بنحتاجها. وبيكونوا كل المتداخلين في المشروع في عندهم يعني access للcommon data environment، طبعا حسب كل واحد ايه هي المشن بتاعه. فدي برضو حاجة من الحاجات اللي نبدأ هنا ندخل في الشغل الحقيقي للبيم، ازاي انه في حد بيكون مسؤول عن البيرميشنز وعن الملفات اللي داخلة واللي خارجة في الcommon data environment. طبعا في كذا نوع من الكومن داتا انفايرمنت. حبيت السؤال ده لما مره اتكلمت مع زميلي بلال الدريدي، مهندس بلال الدريدي، بوجه له شكر كتير. مش ضروري انه احنا نتكلم على كومن داتا انفايرمنت اللي هم البيد درايفز، لانه حسب الاحتياجات بتاعنا ممكن احنا في البدايه في بدايه المشروع ما بنحتاجش انه يكون في عندنا اكسس لحاجه كبيره وبتكون غاليه وسعرها كبير. ففي عده انواع، فممكن نتكلم على كومن داتا انفايرمنت زي الجوجل درايف، زي الوان درايف، زي الدروب بوكس. دول كلهم يعني عباره عن درايفز على الكلاود اللي ممكن نجهز الكومن داتا انفايرمنت بتاعنا فيهم. صحيح انه مش هنشتغل دايركتلي على الموديل، بس المرحلة الأولى من الـ Common Data Environment اللي هي الـ Documentation و Centralized Documentation بتكون يعني ممكن نعملها بالطريقة دي. لا يمنع
الفكرة الثانية هو أن يكون فيكم داتا انفايرمنت بلاتفورم اللي هي بتكون يعني بفلوس paid، ودي بتضيف يعني عدة اوبشنز تانيين اللي برضو بيسهلوا شغل كتير. فكبداية انا بنصح انه اوكي قبل ما نعمل انفستمنت نقدر نبدأ نشتغل على كومن داتا انفايرمنت كلاود درايف، وبشوية بشوية نقدر ندخل على الاوبشنز. يعني بمجرد ان يكون في عندنا سيستم يعني well implemented نقدر ندخل على الكومن داتا انفايرمنت اللي هم paid، زي مثلا الاوتوديسك بيم 360 اللي بقت اسمها كولابوريت، اوتوديسك كولابوريت، ودي بتدينا شويه اوبشنز تانيين زي انه الموديل نفسه بيكون في عندنا اكسس ليه، وفي فيور ونقدر نشوف فيه الايشوز، نقدر نحط عليه كومنتس، نقدر نعمل اوتوميشن لعده اشياء ومنها النيمينج. طيب دلوقتي هروح على مرحلة هنبدأ نتكلم شوية على الأوبشنز اللي موجودين مثلا في البيم 360. حاجة من الحاجات هو إنه أنا بمجرد إني أصب أحمل الملفات على البلاتفورم بيطلب مني إني أعطيها الاسم حسب الأيزو. الأيزو عاطي طريقة لتسمية الملفات اللي لازم نحترمها. طبعا دي السيتنجز بتاعها بيتعمل جوه البلاتفورم حسب كل مشروع وحسب كل شركة إزاي بتشتغل، بس لا يمنع في مينيمم ريكويرمنت اللي لازم نحترمها. فدي حاجة من الحاجات مثلا اللي بقت اوتوميتد في الـ على الكلاود، وبتساعد كتير في تنظيم الشغل. فبدل ما الواحد يعمل الشغل مرة مرتين ثلاثة، يعني كل مرة نبعت الشغل وبعدين في واحد بيعيد يعمل الكلاسيفيكيشن والتسمية، ده كله بيبقى اوتوميتد، يعني ما بيروحش من مرحلة لمرحلة الا اذا تعملوا فاليديشن على المرحلة دي. ف حاجة اللي بتركز عليها اللي بيركز عليها الايزو 19650 هو الورك الانفورميشن فلو في الكومن داتا انفايرمنت. فدي بتقسم مراحل الشغل، فمراحل الشغل مقسمة على 4 مراحل: ورك ان بروجريس اللي هي كل تيم بيشتغل لوحده وفي كوميونيكيشن بينهم، وبعدين مجرد انه في فاليديشن بقى بنروح نبعتها للشيرد. الشيرد دي ممكن تكون برضو على عدة مراحل، فممكن تكون المرحلة الأولى هي مثلا الأركيتكتس عملوا الديزاين بتاعهم فعايزين أبروفل يعني مبدئي من الكلاينت. فبمجرد إنه في يكون أبروفل مبدئي من الكلاينت هيبقى في شوية كوميونيكيشن مع الستراكتشر تيم، فهنا هيبقى في برضو شيرد للستراكتشر تيم. الستراكتشر تيم هيشتغل ورك ان بروجرس بتاعه هيبعت للاركيتكت. ففي مراحل والسب يعني كاتيجوريز وسب كاتيجوريز للفولدرز دي اللي هي ورك ان بروجرس وبعدين الشيرد. بمجرد انه خلاص وصلنا لمرحله انه كل حاجه فاليديتد عشان تروح للتندر فيز، هتروح للببلشد مجرد انها خلاص بقت حاجه فاليديتد. الفاليديتد وهو ببلشد دي يعني الفايلات اللي هيتحاسب عليها يعني الكلاينت لما هيجي يعمل كونتراكت. ودايما في الاركايف اللي هو عبارة عن انه ما فيش حاجة هتضيع، كل حاجة لازم تكون موجودة وعندها تسمية واسلوب تسمية معين عشان نفهم على طول الفايل ده هو ايه بالظبط. فدايما لازم يقعد في ارشيف لكل الداتا اللي بتخص المشروع. طيب المراحل دي بقى الانفورميشن فلو لوحدها بتفرض علينا اسلوب في عمل الفولدر ستراكشرز والايدنتيفيكيشن والكلاسيفيكيشن، يعني ازاي بننظم الفولدرز بتاعنا وازاي نسميهم. ف باي ديفولت بتلاقي انه في عندنا 4 فايلات اللي بتخص مراحل الورك ان بروجريس والشيرد والببلشد والاركايف، بزياده في انكمينج وريسورسز. طبعا في برضو يعني ممكن نزيد اكتر من كده بكتير يعني ملفات وفولدرز، طبعا حسب كل شركة ازاي بتشوف وازاي تسميتهم. برضو دي بتكون حسب النيمينج كونفنشن اللي هيتفقوا عليه، وهيكون زي ما بنقول ده قانون التسمية اللي الناس كلها لازم تحترمه. في حاجة برضو لازم أشير يعني إني أشير لها هنا، هو إنه في كل مرحلة في تيم في ناس اللي عندهم أكسس ليها، يعني الورك ان بروجريس مش المفروض إنه الناس كلها تكون عندها شير ليه. يعني إحنا في مكتب الهندسة المعمارية هنشتغل، هل ضروري إنه we publish everything كل الشغل
للكلاينت او للتيمز التانيين؟ لا، لانه هتبقى فوضى، فوضى كبيره. فلازم انه احنا يكون في عندنا فاليديتد فايل فولدرز في فيز معينه، دي هي اللي هتروح للشيرد. فالورك ان بروجرس عاده بيكون بيخص المكتب نفسه، اتس انترنال. مجرد انه يطلع للشيرد ده هو ده اللي هيكون فيه الكوردينيشن مع باقي المكاتب، وهكذا الين ما يطلع للببلشت اللي هي هتكون بقى فيها ببلشت للببليك وفي التندر فيز. طيب انا اتكلمت قوي عن النيمينج كونفنشن. هي ايه النيمينج كونفنشن؟ النيمينج كونفنشن هو اسلوب لتسميه الملفات والفولدرز، وحس يعني اتس نوت ليميتد، بس ده زي ما بنقول قانون الشركه اللي ممكن تشارك فيه انت او الشركه كلها مع بعض تعمله، او واحد وحده يعمله، بس لازم الناس كلها تحترمه في تسميه الملفات ملفاتها يوميا. ويكون موجود في ملف يكون في اكسس للناس كلها، يعني يعني ملف نون اديتبل، بس بيكون اكسس فيه للناس كلها وتشيرد اند بابليك لكل المكاتب اللي داخله في المشروع، عشان كلهم يحترموا نفس النيمينج كونفنشن. وزي ما قلت لكم دي وكأنها احنا بنتكلم بنفس اللغه. ففي ازاي في برجع اتكلم هنا على النيمينج كونفنشن في الـ في الـ في الكومن داتا انفايرمنت. ازاي ممكن انه احنا نطبق النيمينج كونفنشن حسب الايزو 19650، ويكون في يعني مرونة في تسمية الملفات وتغيير اسلوب النيمينج كونفنشن. هو ايه اسلوب النيمينج كونفنشن؟ النيمينج كونفنشن للملفات بيكون في عندك باراميترز معينين لازم تسميهم، مثلا زي هنا الفوليوم والسيستم، هل انه المشروع مشروع كبير ومقسم على فوليومز او مباني. ده هو اسلوب التصنيف، بس ايه هتسميها انت ازاي هتسميها؟ وده برضو يكون من بداية المشروع، يعني من اول بداية دراسة المشروع لازم نعرف ازاي هنقسم المشروع وازاي هنسمي كل مبنى او كل جزء من المبنى، عشان يكون في توحيد لكل المسميات وتوحيد لطريقة العمل. فدي example من naming conventions، هي عبارة عن بس ملفات اكسل يعني وتيبلز اللي احنا نقدر اللي فيها كل حاجة موجودة بالكودز بتاعها. وبتكون زي ما قلت لكم فيها يعني كل باراميتر هو ايه المقصود بيه، وبعدين كل باراميتر ايه المسميات اللي بتنزل تحته، وعلى اساس ده بنقدر نسمي. وده برضو naming convention زي ما قلت لكم لازم تكون حاجة accessible للناس كلها. المرحلة التانية update your template. المرحلة دي هنتكلم فيها عن حاجات العملية اللي هنعملها قبل ما نبدأ نعمل التصميم نفسه. فبالنسبة للريفت مثلا، أول حاجة هنعملها هو، ومش بس في الريفت طبعا، في أي حاجة مش أي برنامج، أول حاجة لازم نعملها هي التايتل بلوك. دي الفاميلي دو فيرست. ليه؟ لأنه التايتل بلوك هو فيه الباراميترز اللي بتخص نيمينج كونفنشن، والنيمينج كونفنشنز عشان يبقى حاجه ملموسه اصبح عباره عن باراميترز مخصصه للاشياء اللي موجوده جوه الموديل. يعني زي ما اتكلمت قبل شويه، الفوليومز والبيلدينجز دول اجزاء من البيلدينج، فاحنا هنقسم الشغل بتاعنا جوه الموديل حسب الباراميترز دي، حسب الاسامي دي. الليفل دي حاجه برضو من الحاجات اللي لازم نقرر اساميها من البدايه، الرول والنمبر وكل التايب، drawings تايب والبروجكت نيم. دول بقى ازاي هيتحطوا في التايتل بلوك؟ هيتحطوا على اساس انهم باراميترز، وعشان يكونوا موجودين جوه التايتل بلوك وجوه البروجكت، يعني جوه الفاميلي وجوه البروجكت، لازم يكونوا شيرد باراميترز. الشيرد باراميترز من الحاجات اللي دايما هنتعامل معاها، فبشويه بشويه هيبقى في عندنا شيرد باراميترز اللي دايما بنتعامل معاها، واحيانا بنزيد عليها واحيانا بنغير عليها. ممكن احيانا بنغير عليها بس مثلا البريفكس الاولين حسب المشروع او حسب الشركه. ف الاسلوب اللي اتبنت بيه الشيرد باراميترز جوه الريفت بتخليك صعب، مستحيل انك تغير على الاسم على طول الا اذا في تدخلات خارجيه ومنها داينامو او حاجات كده. ففي بلاجن اللي هي تبع دي روتس،
اللي هي اسمها بارا مانجر، بتخص الباراميترز، بتخلينا نقدر نغير ونزيد ونضيف ونبعت ونستقبل ملفات كاملة من الشيرد باراميترز. يعني ممكن تجيب 100 باراميتر في نفس الوقت وتديها بالظبط ايه الكاتيجوري بتاعها وايه الديسيبلين بتاعها وايه التايب وكل حاجة، ونقدر نغير عليها بزيادة ونقدر نغير الكاتيجوريز بتاعها. والحلو في الموضوع هو انه احنا ممكن بكل بساطة نبعتها على الإكسل ونجيبها على الإكسل. فأنا هنا حوريكم إكزامبل، بدأت مشروع جديد من تمبليت العادية بتاع أوتوديسك، ورحت على أول حاجة أشوف في إيه بروجكت باراميترز، ما فيش ولا حاجة، الشيرد باراميترز برضو فاضي. هروح أعمل إيه بقى؟ نزلنا دي روتس في البارا مانجر، رحنا على البارا مانجر فتحناه، هروح أعمل إمبورت لفايل إكسل جاهز اللي أنا بشتغل بيه عادة، اللي فيه كل البارامترز الأساسية اللي بتخص الشغل، وعادة ممكن أغير عليها جوه الإكسل طبعا وأجيبها هنا. وبكل بساطة خلال فيو كليكس هيكون في عندنا يعني عشرات البارامترز اللي مخصصة لمكانها. يعني زي ما بتشوفوا هنا ممكن أو بيشتغل أعملها كلها خلال ثواني. فزي ما بتشوفوا هنا هروح على البروجكت باراميترز، هم مش بس شيرد بروجكت شيرد باراميترز، لا هم برضو بيروحوا على هو البروجكت باراميترز، يعني كل واحد assigned للكاتيجوري بتاعه للاليمنت بتاعه. وبعد كده في البوينت التانية اللي بنصح بيها هو انه لتسهيل الكوميونيكيشن انه يكون في حاجة اسمها الويلكم بيج. دي حاجة اتعاملنا بيها في مشاريعنا، وبرضو يعني بينصحوا بيها عدة يعني سبيشالست في الفيلد، اللي هي انه نعمل بيج اللي هي بتكون البيج الاولى اللي كل الناس هتشوفها. ايه فيها ايه بالظبط؟ فيها معلومات اللي بتخص المشروع، فيها معلومات اللي بتخص المتداخلين في المشروع، والاهم من كده فيها معلومات اللي بتخص ايه اخر تغيير حصل في المشروع في الفايل. يعني انا اذا كل اسبوع هنحط فايل في الكومن داتا انفايرمنت في الوركينج بروجريس او في الشيرد، التيم كله لما يفتح الفايل هيكون عارف ايه ايه الزون اللي اتغيرت، ايه التغييرات اللي حصلت، مين اللي اشتغل عليها، واذا كان في نوتس برضو هيبعتوها لبعض للمسؤول عن الزون دي او المسؤول عن الزون دي، ايه الورنينجز اللي المفروض يحلها او المشاكل اللي المفروض يشتغل عليها. هنلاقي في كوميونيكيشن سهله ومرنه وفي نفس الوقت تريسبل، واللي دي حاجه من الحاجات اللي برضو بيركز عليها الايزو قوي. الويلكم بيج دي في الريفت، في يعني طريقة عشان نعمل الويلكم بيج اللي الاوبشن بتاع ستارتنج فيو. ستارتنج فيو عبارة عن يعني اول ما تفتح الريفت هتحط فيها الفيو بتاعك، هتختار اي ايه هي الريفت الفيو اللي هنشتغل عليها. فانا هنا رحت عملت شيت وحطيت فيها تايتل بلوك سبيسيفيك للويلكم بيج، فيه المعلومات اللي انا عايزاها هتكون موجوده، ودي المعلومات يعني بطبيعه الحال هتكون بارامتريك، ففيها يعني حاجات ممكن يعني كله يكون ارشيفت حتى بعد كده في ريبورتس. طيب هنروح للنقطه اللي بعد. النقطه اللي بعد بقى انا هبدا اشتغل، انا حضرت التايتل بلوك وانا حضرت الويلكم بيج. طب هنعمل ايه قبل ما نبدا نشتغل؟ اوكي حضرنا الشيرد باراميترز كمان. انا لازم اعرف قبل ما ابدا اشتغل على مشروع انا فين هوصل، ايه هدفي اولا عشان ما نضيعش وقتنا وجهدنا في حاجات مش لازمه، وعشان ما نروحش في طريق غلط، يعني عشان نكون يعني object oriented. فأول حاجة اللي المفروض نشتغل عليها هي الـ list of deliverables، واللي هي في عدة أنواع يعني من الملفات اللي المفروض نجهزها خلال دراسة المشروع ودراسة الـ feasibility وتكلفة المشروع، وإيه الحاجات اللي إزاي هنشتغل كتيم، والـ team management والـ work management والـ project management. ففي الـ model production delivery table MPD سمعتوا بيها، وفي برضو
في برضو ملفات تانيين فيها ادي، فيها هي عبارة عن اكسل شيت برضو اللي بيكون فيها المعلومات الخاصة بالمشروع، بس اللي بيهمني اكتر هم ايه الديليفربلز، والديليفربلز دول هنتكلم ايه، هنحط بالظبط we are going to specify هم ايه كمودلز، هم ايه كشيتس، هم ايه كفيوز، هم ايه كانفورميشنز، هم ايه كلود ليفل اوف ديتيل وليفل اوف انفورميشن وليفل اوف ديفلوبمنت، مين اللي هيكون مسؤول عنها، وهل في يعني بارامترز تانيين الكوبي والكلاسيفيكيشن والفيز بتاع المشروع. وطبعا نقدر حتى انه نصنفها اكتر من كده على حسب يعني كل فيز ايه الديليفربلز اللي هتخرج فيه. فالطريقة دي مهمة قوي ليه؟ لانه بتخلينا نعرف نركز على ايه وازاي ننظم الشغل بين الافراد التيم الفريق، وبحيث برضو انه نعرف هياخد منا كام وقت، ودي حاجة مهمة قوي في يعني الفيزيبيليتي بتاع المشروع، وهل انه احنا نحتاج انه نعمل outsourcing، هل احنا نحتاج انه نزيد ناس من هنا او من هنا. فبتحدد كل واحد كم هياخد وقت في الشغل وهيشتغل على ايه وازاي هيكون الورك فلو بين التيم. ايه الحاجات اللي هنحطها في ال MPDT؟ ال list of models، ال list of model elements اللي هم الفاميليز مثلا، او ال sheets وال views اللي احنا هنحطهم، واللي هم دول حاجات انه لازم ممكن يكون في ليها تجهيز من البداية، تحضير. list of models outputs، ال outputs اللي هم drawings و schedules tables، list of other documents اللي هي ممكن تكون اي حاجة تانية تابعة لل specifications، ال equipments، ال details، لل tender. وطبعا ال responsibility هي حاجة من الحاجات اللي زي ما قلت لكم مهمة قوي عشان نقدر نضمن ان المشروع هيمشي بطريقة سلسة، يعني ما يكونش في تضارب بين المسؤوليات في المشروع. في طريقة حلوة انه احنا ناخد المعلومات دي اللي احنا جهزناها وعملنا لها دراسة من الاكسل شيت عشان نحطها في الريفت من قبل حتى ما نبدأ نشتغل، ودي متعامل بيها كتير جدا برضو، اللي هي انه احنا نحضر الماستر شيت ليست في الريفت، والماستر شيت اوف فيوز برضو ليست اوف فيوز اند اوف شيتس. فدي احنا بنجهز من اكسل فايل اللي احنا جهزناه، نجهز الليست اوف ذا فيوز اللي هتطلع من عندنا، الشيتس اللي هتطلع، وكمان هنقدر نحط لها البارامترز بتاعها اللي هتروح على طول في التايتل بلوك. فتخيل مقدار الشغل اللي احنا يعني اختصرناه بانه احنا عارفين خلاص جهزنا الشيتس والبارامترز بتاعها والتايتل بلوكس، كل المعلومات فيها موجودة، وما علينا غير نبدأ نرسم، يعني حتى الفيوز محطوطين جوه الشيتس. دي بقى حاجة من الحاجات اللي تحتاج برضو شوية اوتوميشن. فالاوتوميشن الاولى اللي عملناها ان احنا عملنا list of sheets. الاوتوميشن التاني اللي هنعملها ان احنا هنجيبهم من الاكسل من الاكسل فايل. فالاكسل فايل برضو مع الدي روتس في الشيت جنريتر بلجن اللي هي برضو بتاع الشيتس من الاكسل، مع برضو اذا البارامترز اللي انت بتحددها زي الشيت نمبر مثلا او اي حاجه تانية بتخص المعلومات اللي هتكون موجوده جوه التايتل بلوك، وتيجي على طول جاهزه عشان نحطها جوه الريفت. دي المرحله التانية. المرحله الثالثه بقى هو ان احنا برضو نعمل اوتوميشن لانه نحط الليست اوف فيوز اللي هتتحط جوه كل شيت، او الفيو او اكتر من فيو اللي هتحطه جوه شيتس. فدي فيها برضو عدة اوبشنز انا مش هتكلم عنهم هنا، بس هعطي فكرة بس صغيرة. في ممكن تتعمل بالداينامو سكريبتس، وفي برضو بجنريتيف ديزاين اللي بيعطيك ازاي ممكن احسن يعني عدة بروبوزيشن بوسيبيليتيز لتنظيم الفيوز جوه الشيت. وطبعا احنا لما يكون عندنا يعني ممكن تسألوني طب ازاي يعني هتعمل حاجة كده قبل انت حتى ما بدأت ترسم المشروع بتاعك، انا بقولك لانه احنا لو في عندنا يعني فكرة واضحة عن المشروع عن السايت هتكون موجودة يعني اوريدي جوه الليمتس الاولى بتاع المشروع، واحنا هنتكلم برضو شوية عنها. فالليمتس الاولى مع الجريدز مع الليمت بتاع السايت
اوريدي احنا في عندنا فكرة واضحة عن السايز بتاع المشروع، وبالتالي عارفين السايز بتاع الشيتس والسكيلز اللي هنشتغل بيها وكم هتاخد منا يعني مكان. ففي حاجات ممكن طبعا نخليها لبعدين، بس يعني احنا بالطريقة دي بنخسر شغل على البيم مانجر والبيم كوردينيتور منذ البداية. فهنا عملت برزنتيشن على الشيت جنريتور، يعني اكزامبل ازاي انه احنا هنا ممكن نضيف شيت بالوحده بالوحده. وكان في الموضوع انه اتس gonna اساين التايتل بلوك على طول، يعني احنا عندنا تايتل بلوك معينه بنشتغل بيها، فكل الشيت دي هتشتغل بنفس التايتل بلوك وده المطلوب، ونقدر انه نختارهم كلهم ونعمل عليهم موديفيكيشنز. خلينا نشتغل بطريقه اذكى بشويه سمارت، فهروح اعمل امبورت للشيت ليست اللي احنا اوريدي جهزناها مع الام بي دي تي. انا تعبتكم معايا يمكن بالكلام الكتير. طيب، وهنا بنشوف انه في عندي ليست كامله، يعني شوفوا ده كله اتعمل في لحظه يعني بدون اي مجهود. طب عملنا الليست دي كلها، هل معقول اني هقعد اشوف كده الفايلات والشيتس بالطريقه دي؟ ففي هنا هندخل على بروجكت براوزر، دي حاجه من الحاجات المهمه قوي، لانه لو بروجكت براوزر بتاعك مش منظم والاسامي بتاعه مش يعني ماشيه ان هارموني ويل ستراكشر، ده دليل على انه الامور ضاعت يعني خرجت عن السيطره. فانا ما جبتش حاجه يعني اختراع جديد، هو حاجه موجوده جوه الريفت، هو انه احنا نعمل سورتنج وجروبنج للبروجكت براوزر. جوه البروجكت براوزر هنعمل له سورتنج جروبنج، بس ازاي هنعمل له سورتنج جروبنج؟ بالطريقه ده بيخلينا انه احنا نزيد باراميتر سبيسيفايد للبروجكت براوزر كلاسيفيكيشن، فممكن دي نضيف واحد واثنين وثلاثة، يعني في شركات بيشتغلوا بأكتر من كده. ممكن نضيف باراميتر للفايلات اللي هي للفيوز والشيتس اللي هي هتروح على طول للشيرد واللي هي working progress، دي كأول مرحلة. المرحلة الثانية ممكن نضيف باراميتر لنوع الفيوز، ممكن نضيف باراميتر للفيز بتاع الشغل. فالفيوز برضو يعني ممكن يكون عندي برضو architecture views، بس في واحدة لل existing، واحدة لل demolished، وواحدة لل new construction. فدي الباراميترز اللي احنا ممكن نضيفها عادة، ده الشغل المتداول بيه يعني، واللي هتنظم ال project browser. الحاجة الحلو فيها بقى ايه؟ انا يعني من اكسبيرينس بتاعي هو انه الشيتس الفيوز اللي هي بتخص الورك ان بروجريس انا ممكن اغير فيها واحط زي ما انا عايزه، واغير على التمبليت الفيو بتاعها زي ما حسب الشغل، بس كل التغييرات اللي انا بعملها دي مش هتاثر على الفيوز التانيين اللي هم اوريدي جاهزين للشيرد. يعني بمجرد اني انا خلاص اي ديد ماي موديفيكيشن، لما افتح الشيتس اللي هم جاهزين للشيرد تو بي شيرد، هلاقيهم يعني زي ما هم ما تمسوش، لانه الفيو تمبليتس بتاعهم بتضل زي ما هي، ما في حاجات ما معمول لها فلتر ما بتتشافش لانها خاصه بالورك ان بروجريس. فدي حاجة من الحاجات برضو بتسهل الشغل قوي. هنا المانجر عشان نحط ال organizing parameter، وبنحطه لإيه؟ بنحطه للكاتيجوري بتاع ال views وال sheets و schedules كمان. schedules كمان في schedules اللي بنشتغل بيها يعني في الورك فلو لتنظيم الشغل عشان تساعدنا الشغل، وفي سكيدجولز اللي بنعملها عشان تكون بابلشت وموجوده في الشيتس. فهنا هنعمل سورتنج وكلاسيفيكيشن حسب السورتنج باراميتر اللي اتكلمنا عنه. فمثلا في حاجة حلوة برضو مع الشيتس، انه مش ضروري انه نعمل باراميتر ليها. الشيتس ممكن تستعمل الليدنج كاركتر، اول 2 او 3 كاركترز، اذا بتلاحظوا هنا اول 2 كاركترز بيخصوا المباني، الفوليوم بتاع البيلدينج اللي بنشتغل عليه. فكل شيت اوريدي تقسموا بقى كلاسيفايد حسب ال the two leading character بتاع الشيتس. هنا هتكلم دلوقتي على your library، personalize your library. library برضو بتحترم لازم تحترم الـ naming convention،
والنيمينج كونفنشن زي ما اتكلمنا عنه قبل كده على اساس على البروجكت، برضو في حاجات يعني جنرال زي اللايبراري وزي الماتيريالز اللي موجوده، كلها لازم يكون عندها نفس التسميه، وفي عندها اسلوب تسميه معين وبريفكس برضو. في لتسهيل الاوبشن دي في الفاميلي ريفايزر برضو من دي روتس، وانا على فكره اتكلمت قوي عن دي روتس بس مش دعايه يعني، بس بصراحه لانه من الحاجات اللي فيري سيمبل وايزي ايزي تو يوز يعني، فريند يوزر فريندلي وواضحه جدا وفور فري كمان، فدي من الحاجات اللي بتخليها يعني من البلجنز اللي بصراحه يعني ناجحه جدا. فهنا مثلا لما يكون في عندنا بريفكس للشركة بتاعنا مع كل اللايبراري اللي هي جوه المشروع، فأنا إذا جبت أي حاجة تانية من بره دخلت، فأنا هقدر على طول أطلعها لأنه ما عندهاش البريفكس بتاعنا. دي حاجة من الحاجات. غير كده هيكونوا كلهم مرتبين مع بعض، يعني في يعني تقدر تقرأ بسهولة اسم الفاميلي وتفهمها، وهتلاقيهم كلهم منظمين بطريقة يعني لأنه في عندهم كلهم نفس البريفكس، وممكن مش بريفكس واحد ممكن أكتر، زي ما بتشوف هنا أي حاجة ليها اسم تابعة للدور كاتيجوري هيكون في عندها بريفكس دور، وبعدي وقبليها في كمان بريفكس بتاع الكومباني. فبالطريقة دي احنا بننظم الفاميليز كلها اللي بتخص الدور بعدين، وهكذا دواليك سيمبل، وإذا كان في يعني أوبشنز تانية أكتر هنتكلم عنها. في برضو اوبشن حلوه في الفاميلي ريفايزر اللي هي فايند اند ريبليس. فايند اند ريبليس بتعمل ايه؟ يعني انا مثلا حاطه هنا الار بي از بريفكت للكومباني، فانا بشتغل كاوت سورسنج، فالكومباني بتتغير من كومباني لكومباني، ومع ذلك انا عندي نفس الفاميلي، مش معقول يعني ان انا هقعد اغير واعمل ابلكيشن. فبكل بساطه هروح اعمل فايند اي حاجه ليها اسمها ار بي واغيرها بالبي ار بي، لانه دي الشركه التانيه اللي انا هشتغل يعني بجهز لها التمبليت والمشروع. هنا دلوقتي وصلنا للتجهيزات دي كلها، البارامترز والسيتنجز. اخر حاجه هتكلم عنها في التجهيزات قبل ما ادخل جوه الموديلنج والمشروع، هو ازاي بعدين هنبعت يعني احنا هنجهز اوريدي البرينتينج بارامترز والاكسبورت بارامترز عشان كل حاجه تكون جاهزه. فحاجه من الحاجات برضو الحلوه مع دي روتس اللي هي برو شيتس. برو شيتس بتعمل ايه؟ بتعمل انه احنا وي اكسبورت او وي برنت الفايلات بتاعنا، الشيتس والفايلات لكذا فورمات زي ما بتشوفوا هنا، بي دي اف، دي دبليو جي، دي جي ان، دي دبليو اف، اي اف سي، ونافس وركس، كلهم يعني نقدر نعمل لهم اكسبورت من هنا. دايما بتواجهنا انه لما نيجي نعمل اكسبورت وخاصة البي دي اف والدي دبليو جي، فانا هعمل اكسبورت ل 20 شيت مثلا، ده اقل حاجة. اذا هعمل اكسبورت ل 20 شيت، الطريقة اللي بيسمي بيها الشيتس يعني ما بتحترمش النيمينج كونفنشن بتاعنا. في طريقه اوتوميتد جوه الريفت مثلا، انا بتكلم دايما عن الريفت لانه لازم اخد يعني مثال معين اتكلم عنه. فالطريقه اللي بيعمل بيها اكسبورت للشيتس جوه الريفت في يعني بتودي الفايل باسم المشروع واسم الفايل واسم الشيت وخلاص. طب ما انا عندي اسم الشيت حاجة واسم الشيت حسب نيمينج كونفنشن يعني تايتل بلوك حاجة تانية، فهنا بيديني الاوبشن دي انه انا لما هعمل اكسبورت للشيت هعملها اكسبورت بالباراميتر اللي انا عايزاهم يطلعوا. فحاجة دي حاجة من الحاجات اللي حلت مشاكل كتير. برضو للفيوز يعني الفيوز زي سيكشن مثلا، انا هسمي السيكشن اذا هحترم السيكشن النيمينج كونفنشن بتاع الايزو، هتلاقي اسم السيكشن فيه خمسة فايف بارتس بس مش هيدخلوا جوه السيمبل. ففي نوعين من التسمية، في التسمية اللي هي هتكون جوه الشيت في الطباعة، وفي تسمية للإكسبورت كشيت وكفيو. المرحلة الثالثة مش هتكلم قوي 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 فيها بصراحة،
الموديلنج والتشيكنج. انا مش هتكلم عن الموديلنج لانه اذا هنتكلم عن الموديلنج مش هنخلص. وطبعا في تيوتوريالز كتير وفي تخصصات كتير في المجال ده، بس في تجهيزات ممكن نعملها قبل ما نبدا نعمل الموديلنج. في خطوات الاولى اللي هي لازم نحترمها الناس كلنا والتيم كله لازم يكون عارفها ومحددها قبل ما يبدا الشغل. فاول حاجه هتكلم عنها اللي هي الريفرنس موديل. الريفرنس موديل يعني ايه؟ يعني انا التمبلت بتاعي اخدتها ودلوقتي بقت بروجكت. يعني اول مرحله احنا بنشتغل بنفتح مشروع على اساس تمبلت وفيه الفاميليز اللي جهزناها والتايتل بلوكس والباراميترز وكل حاجه، بس دلوقتي احنا هنعمل حاجه هنحط فيها حاجات بتخص المشروع ده لوحده. فاول حاجه هنعملها هي الكوردينيتس. لازم كلنا لازم الفايل بتاعنا يكون فيه الكوردينيت جاهزه لكل للناس، لكل التيمز هياخدوا نفس الفايل يشتغلوا عليه. يعني واللي هيبداوا بيه برضو الستراكشر انجينيرنج تيم والماب تيم، فكلهم بعدين لما هيصير في سوبربوزيشن للمودلز هيحصل ايه؟ لازم يكونوا كلهم جايين فوق بعض. فاول نقطه لازم نتكلم عنها هي الكوردينيتس. الكوردينيتس اللي هي الاكس واي اند زد، النورث ساوث والايست ويست والاليفيشن والنورث وال سوري وال وال والاورينتيشن صح، جيوغرافيكال نورث سوري. فدي البوينت الاولى اللي هنحطها. لازم نتاكد انه اي لينك يدخل جوه حتى لو كان لينك خارجي وما اشتغلناش على نفس الكوردينيتس ممكن نغيرها بعدين بانه نعمل بابليش كوردينيتس. فدي المرحله الاولى. المرحله الثانيه لازم نعمل الليفلز والجريدز بتاعنا. يعني احنا كلنا هنشتغل على نفس الفايل، فمش معقول اجي انا كاركتكت اسمي الليفلز بتاعي واقسم المشروع بتاعي حسب L1 و L2 و L3 وبعدين الستراكشر بيسمي لا بيضيف ليفل تاني ويسميهم بطريقة تانية، وبعدين لما هنيجي نتكلم على الشغل مش هنلاقي يعني نفسنا بنتكلم بنفس الطريقة. فهنا حضرنا الكوردينيتس والليفلز والجريدز، دول بقى موجودين في نفس الفايل اللي هما هيكونوا برضو للناس كلها. في حاجة تانية ممكن نجهزها من البداية برضه اللي هي الورك سيتس. الورك سيتس في ناس كتير بيتعاملوا معاها بعدة طرق مختلفة، في ناس بيتعاملوا معاها كلايرز، بس هي في الحقيقة بتسهل الشغل على أساس إن احنا نعرف احنا المنطقة اللي بنشتغل عليها ايه، ونقدر بالتالي برضو إن نعمل كنترول مين اللي يتدخل في الشغل ده. وحاجة من الحاجات اللي البيم بصراحة يعني غيرتها هو إنه أسلوب العمل اصبحت فيه يعني منتاليتي تانية، انه احنا نشتغل كلنا مع بعض وبنشتغل بطريقة تخافايا لاشين بنسميها بالفرنسي اللي هي العمل التسلسلي. يعني مش واحد يقعد يستنى في التاني، لا، بس نحاول انه نشتغل بطريقة اجايل اللي هي لازم كلنا نشتغل في نفس الوقت عشان نقدر بأسرع وقت نبدأ نطلع ريزلت. يعني حتى لما يعني هنوصل للريزلت النهائية متأخر شوية، بس هتكون أسرع بكتير لأنه إحنا أوريدي بدأنا نشوف ريزلت وبدأنا برضو إن يعني نفهم منها الفاينل ريزلت هتطلع إزاي، وبدأنا نعمل فيريفيكيشن وفاليديشن من البداية. فالورك سيتس دي ممكن تتقسم لكذا نوع. يعني فعادة بتلاقي الورك سيتس، يعني أهم الورك سيتس اللي لازم نعملها الورك سيتس لللينكس، ورك سيتس للأوتوكاد، ورك سيتس للسايت لوحده والتوبوجرافي واللاندسكيب برضو، ورك سيتس للانسايد والاوتسايد او ورك سيتس للبيلدينجز. يعني يكون في بيلدينج معين فوليومز كل واحده تكون فيها ورك سيت. في برضو ميني استم الورك سيت دي، وبرضو واحده من الحاجات المهمه اللي هي ورك سيت بتاع الفاميليز الهيفي لايبرري، يعني زي اللاندسكيب والفرنتشر. دول من الحاجات الكبيرة اللي احنا مش ضروري اننا نشغلها في يعني واحنا اوريدي عمالين بنشتغل. فبتلاقي في واحد بس هو مسؤول على اللايبريري وعلى الفرنتشر، فلما يشتغل عليها يشتغل هو لوحده على الفولدر على اللايبراري، والتانيين اللي بيشتغلوا على المشروع مش ضروري يفتحوا الورك سيت دي. فبالطريقة دي بيسهلوا قوي الشغل ويقللوا على الميموري بتاع البي سي الكمبيوتر، فبرضه بيسهل الشغل وبيسرع الشغل. طيب احنا اتكلمنا بقى كده على الموديلنج،
اكتر من كده مش هتكلم، لانه احنا خلاص كل الناس اخدوا المودلز بتاعهم، الريفرنس موديل اللي هو جاهز فيه كل الباراميترز والسيتنجز والتحضيرات، دلوقتي هيبداوا يعملوا المودلز بتاعهم، ولازم يبداوا يعملوا برضو تشيك. التشيكن بقى احنا كلنا بنسمع على النيفس وركس، وفي برضو عدة يعني مش برامج تانية، بس النيفس وركس يعني بصراحة من يعني بيتميز بانه بيقبل الفورمات بتاع الفايلات المودلز يعني بانواعها كلها، بينما البرامج التانية لازم تبعت له اي اف سي موديل، والاي اف سي ده بقى لازمه كمان تجهيز، يعني احنا يعني لازم نكون وصلنا لمرحلة معينة يعني من الماتوريتي في الورك بتاعنا والاكسبيرينس عشان نقدر نبعته نشتغل الموديل بتاعنا على اساس الاي اف سي. دي مرحلة تانية اللي برضو لازم نتعلمها، لانه دي الاي اف سي هو الانترناشونال يعني فورمات، بس نافيس وركس بيخلينا على الاقل نبدأ نجهز نفسنا في المراحل الاولى ونشتغل ونعمل التشيكينج. التشيكين متقسم على كذا مرحلة، انا مش ضروري استنى انه احنا نعمل فاليديشن للاركتكتشر موديل عشان نبدأ نعمل تشيكينج مع الاستراكشر، لا حتى الاركتكتشر لازم يعمل تشيكينج جوه، يعني انترنال تشيكينج، فكل سبيشاليتي كل ديسيبلاين لازم يعمل انترنال تشيك ليه. ف النافيس وركس وكل البرامج دي بتدينا يعني امكانية ان احنا نعمل رولز للتشيكينج اللي بتخلي شغلنا احسن. مثلا ما فيش دوبليكيشن، ما فيش حاجات معموله بتمس في بعض يعني في نفس الموديل يعني في نفس التخصص، ما فيش حاجات اللي في برامج اللي بتديك يعني بتحط رولز انه مثلا لازم تحترم الـ opening، يعني free space للـ opening للـ circulation. في عدة يعني examples للـ checking. فأول حاجة هنعملها قبل ما يعني لما هنيجي نبدأ نعمل الـ checking، هنجهز الـ matrix، الـ clash matrix، وعلى أساسها هنجهز الـ selection. ففي حاجة من الحاجات اللي بتسهل الشغل برضو اللي المفروض واحد يعملها، هو انه انا لما اروح على النافيس ووركس هروح اجهز سيرش سيتنجز، سيرش سيتس، بدل ما اجهز سيلكشن سيتس. سيلكشن سيتس بتقول لك انه انت عملت فلترينج واخترت حاجات دي معينة، اي ابديت للمشروع مش هيدخل في السينكرونايزيشن، بينما السيرش سيت هتقعد دايما تدور على نفس الحاجات اللي بتخص الرول اللي احنا عملناها. فدي حاجة من الحاجات اللي نقدر نعملها معينة ونعملها امبورت في كل مشروع بعدين، بما انه بنتكلم بنفس اللغة، نفس النيمينج كونفنشن، نفس الباراميترز، وبالتالي اي نفس السيرش سيت ممكن نستعملها في عدة مشاريع. فتخيلوا كم وقت اللي ممكن نربحه. فهنا عملنا كلاش ديتكشن ما بين اي ثينك structure والماب، ما بين تو اوبشنز، تو سبيشاليتيز يعني الداكتس والبيمز، وطلع لنا تقريبا 200 كلاش حسب ما اظن، وبعدين عملنا لهم جروبينج حسب الليفل. فدي برضو حاجات من الاوبشنز اللي موجوده جوه النافيس وركس بتسهل لك عمليه التنظيم. فمبدئيا يعني البيم كوردينيتور هيروح يرتب الشغل بتاعه ويقعد يشوف كلاش باي كلاش ويعمل لها اساين، او في اوتوميشن برضو يعني اوتوماتيك اساينمنت للكلاشز حسب التيست اللي اتعمل. طب احنا عملنا الكلاشز بتاعنا وجهزناهم، دلوقتي ازاي هنعمل كوميونيكيشن؟ دي المرحلة أنا بعتبرها من أهم المراحل في الشغل، لأنها موجودة من البداية، يعني من المرحلة الأولى بتاع الـ Common Data Environment لآخر مرحلة في الشغل. إزاي بنعمل How do we communicate with each other؟ ففي عدة platforms، أنا اليوم اخترت إني أتكلم على البيم تراك، في عدة platforms تانية زي بيم كولاب برضو اللي بتعمل integration مع
عدة يعني أغلبية السوفت ويرز اللي بنشتغل بيها في البيم، واللي هي برضو سوفت ويرز بتخص سواء الموديلينج أو تشيكينج أو الستراكتشر أو ستيل ستراكتشر ولا الاركيتكتشر ولا الماب، في عدة يعني برامج، فبيتلموا كلهم في مكان واحد اللي نقدر نعمل كوميونيكيشن. حتى لو احنا بنشتغل كل تيم بيشتغل بسوفت وير مختلف عن التاني. ف مثلا في ناس بتشتغل بالريفت، وفي ناس بتشتغل بالاركيكاد، في ناس بتشتغل بالتكلا، فكلهم ممكن يكون عندهم نفس ال سوري نفس ال السنتر بتاع الورك فلو للكوميونيكيشن. يعني ايه كوميونيكيشن؟ يعني مثلا انا في عندي سؤال على فيو معين، على ديتيل معين، انا في حاجه ما عجبتنيش ككوردينيتور، او انا الكلاينت برضو في عنده راي معين، في حاجه طالبها ليه دي ناقصه، البيم مانجر طلب حاجه. ففي ممكن عاده بتلاقي الكوردينيتور اخذ المشروع على نافيس وركس وبدا يعمل فيوز بيحط فيها كومنتس، فدي الفيوز ممكن نبعتها على البيم تراك طبعا بعد ما نجهز البلاتفورم بتاعنا كده، وبرضو نقدر نصنفها حسب البرايوريتي بتاعها واسايند لمين، وكل الناس في عندهم اكسس للبلاتفورم. طب هنعمل هنا ازاي؟ برضو عندنا من النافيس وركس عملت كلاش تيست، طب انا خلاص عندي كلاشز وكده، ازاي هتكون برضو الكلاشز دي برضو لازمها كوميونيكيشن، فهروح ابعتها على البيم تراك بإني أعمل issues to sorry clashes to issues. يعني في الأول أنا اتكلمت عن views to issues، دلوقتي هعمل clashes to issues. بكل بساطة ممكن أبعت clashes اللي بتخص تيست معين، ممكن أبعتهم واحدة واحدة أو أبعتهم groups برضو عشان يكون الموضوع مترتب شوية، وبلاقيهم كلهم بعمل بس synchronize وبلاقيهم موجودين. فإذا بتلاحظوا دي ال view هي البلاجن بتاع البيم تراك جوه النافيس وركس، انا عملت له عملت كلاشز تو ايشوز ولقيتهم موجودين. اذا بروح دلوقتي على البلاتفورم بلاقيهم هناك برضو موجودين. طبعا انا ما حبيتش اني اطول عليكم قوي، لان عارفه انه المعلومات ممكن تكون كتيره، ف عشان بحاول اني ما ادخلش في التفاصيل قوي قوي، بس احاول اني اعطي الفكره من الامكانيات اللي موجوده قدامنا. السؤال الثاني، الكلمه الموضوع الثاني اللي هتكلم عنه برضو في الكوميونيكيشن هو الانتر اوبيرابيلتي بين ال 2D وال 3D. دي حاجة من الحاجات الحلوة خالص بصراحة، لأنه احنا لسه في عندنا ناس أغلبية المكاتب بصراحة لسه بتشتغل بال 2D، فلما بنلاقي نفسنا بنشتغل كلنا على مشروع واحد وبتلاقي في ناس بيشتغلوا 2D وناس بيشتغلوا 3D، فدي كانت من الإشكاليات الكبيرة ازاي هنبعت لبعض ال issues. ففي كنا بنشتغل على مشروع كده، الاركيتكتور هم اللي ما عندهمش ما بيشتغلوش بالريفت، بينما التانيين كلهم بيشتغلوا بالريفت، فاضطرينا انه احنا نعمل يعني موديلنج للاركيتكتور ونعمل كوردينيشن مع التيمز التانيين. طب هنعمل ايه؟ ازاي هنبعت الايشوز والكويشنز واي حاجه بتخص المشروع، ازاي هنتعامل مع التو دي؟ فالحلو في البيم تراك انك تقدر تنزله برضو على الاوتوكاد، وتقدر انك تنزل الشيتس بتاع الريفت على ال ك2D جوه البلاتفورم، وتقدر انك تنزل الاوتوكاد 2D بتنزله سوري كPDF جوه البلاتفورم. فممكن بكل بساطة انه يعمل سوبربوزيشن، اظن انه هنا عندنا ازاي هنعملها، نعمل نفتح مشروع، خليني اقول هنعمل سوبر بوزيشن لل لا اله الا الله محمد رسول الله، هنعمل سوبر بوزيشن للبي دي اف ال2 دي والشيت على اوتوماتيكلي هي بتعمل سوبر بوزيشن على 3 دي، فلما يكون في عندي ايشو على طول هتبان ليا في الموديل بتاعي في مكانها، وهتبان للاوتوكاد تيم في مكانها في ال2 دي. فدي حاجة من الحاجات يعني بصراحة اللي سهلت علينا قوي الشغل، يعني دي حاجة عملية جدا. فهنا الاكزامبل ده ايه اللي عملناه، الايشوز اللي جاتنا من النافيس وركس فتحناها ولقيناها، بروح على طول في الموديل بروح يفتح لي الشيت في مكانها ويعمل لي كات في السكشن ده بالظبط فين،
واشوف مكان الشيت واذا في انوتيشن، مكان الايشو سامحني واذا فيها انوتيشن. برضو سوري. اوكي، فدي يعني كانت حاجة من الحاجات اللي يعني ساعدتنا قوي قوي في الشغل. برضو بقول انه مش بس البيم تراك بيعمل ده، بس انا دي يعني اختياراتي الشخصية، وده ده يمكن اسلوب عملي انا، بس احنا دايما بنجرب ودايما يعني بنشوف في ايه حاجات موجودة. دايما لازم البيم كوردينيتور او مانجر يكون في عنده حب اطلاع عشان يعرف كل سوفت وير جديد، ولا كل بلاتفورم فيها ايه اوبشن زيادة، في كل واحدة فيها بتتميز عن حاجة تانية، فلازم اختار حاجة عشان اتكلم عنها، وكل حاجة عندها مميزاتها بصراحة. هنا في حاجة تانية حلوة في البيم تراك برضو، وما لقيتهاش في حاجة تانية، مش عارفة اذا في، يا ريت تعلموني، انه احنا نقدر ندي attributes للبروجكت بتاعنا. يعني ايه اتريبيوتس؟ هو نفسه المسمى بتاع الباراميترز جوه الريفت. يعني الباراميترز اللي احنا بنتعامل معاها جوه الموديل نقدر نجيبها هنا ونحطها في الاتريبيوتس جوه البيم تراك. طب ايه فايدتها؟ فايدتها اني انا لما اعمل ايشو وابعته يعني لحد عشان يشوفه، هو تبع اي زون، اي فيز، اي تايب، ديسيبلين، برايورتي ايه، ودي دي طبعا حاجات، يعني في حاجات بتخص الايشو نفسها، في حاجات بتخص المشروع. لما انا اقول له دي دو 2 دي مش 3 دي، هو اوريدي على طول هيروح يفتحها، يعني هو عارف هي تبع لايه بالظبط، يعني بيروح يفتحها في ال 2 دي. لما انا اقول له دي تبع للزون ده ولا البيلدنج ده، هو هتروح على طول للاساين للبيلدنج ده. ففي فلترنج معين. في مثلا حاجة من الحاجات البسيطة اللي ممكن نعملها هو انه احنا هعمل فلتر للايشوز اللي بتخص الاركيتكتشر، او الايشوز اللي بتخصني انا الاكونت بتاعي. فليه اشوف ال 200 ايشو التانيين؟ انا بس عايزة اشوف الايشوز اللي بتخص الفيلد بتاعي. والايشوز والاتريبيوتس دي برضو ممكن تكون كاستم فاليو او بري ديفايند، ويستحسن انها تكون predefined. يعني ايه custom value؟ يعني انه كل حد ممكن يحط الكومنت اللي عايزها، بس في اسلوب عمل زي اسلوب البيم لازم كل حاجه تكون من الاول جاهزه ومتفقين عليها. فبيكون الكوردينيتور والمانجر اتفقوا على تسميات اللي هي عاده موجوده جوه النيمينج كونفنشن. يعني انا لما اقول في عندي الليفلز بتاعي مسميين L1 L2 L3، هيكونوا كده، مفيش حاجة حد تاني هيجي يسميه second floor و third floor. فأنا لما أعمله predefined attributes هيجي يختار من الليستة اللي موجودة عنده، ما يقدرش يزيد، فبيكون محدد بالليستة دي وما يخرجش. هنا يعني اتكلمت برضو على الامبورت الفايلات ازاي، يعني we can import PDF files جوه البيم تراك. والحلو في الموضوع ان البي دي اف فايلز هي عادة يعني مش بالضرورة بتيجي بسكيل صح، لانها هي printed files، printed sheets. فعندنا الاوبشنز جوه البيم تراك ان احنا نعمل لها modification, displacement, rotate والى scale، وتكون عشان تكون في مكانها الصح. وبالتالي لما نتكلم، لما ال 2D team يحط issue على point معينة، هي already superposed على الموديل في مكانها الصح. فأنا على طول هفتحها في الموديل، مش هفتحها في ال 2D، لا أنا هفتحها في الموديل بتاعي. فدي حاجة من الحاجات اللي بتسهل الشغل. في الآخر لازم يكون في عندنا، خرجنا من كل الشغل ده وأسلوب العمل بطرق يعني بـ workflow repetitive. في حاجات لازم نعملها من البداية قبل ما نروح للمرحلة اللي بعد. دي حاجة بنتعلمها مع الاكسبيرينس، يعني حتى في الحاجات اليومية العادية مش بس في البيم. يعني انه قبل ما تعمل ده لازم تتأكد من ده، لازم تاخد فاليديشن على دي قبل ما تروح للمرحلة اللي بعدها. فبتلاقي انه في ورك فلوز، وورك فلوز مختلفين طبعا حسب البروجكت وحسب المرحلة وحسب ايه المطلوب. وفي ناس متداخلين مختلفين في الورك فلو. فلما نجهز الاكزامبلز دي بتاع الورك فلو مع الخبرة ومع الوقت، وتبقى دي حاجة سنترلايزد، يعني كل الناس بيشوفوها حتى يعرفوا ايه المرحلة التانية اللي قدامهم، ايه المرحلة اللي لازم يعملوها قبل ما يروحوا للمرحلة اللي بعد. اذا كان في
نيو ريكروتمنت، ناس جديد دخلوا للشركة برضو يكون في عندهم اكسس للورك فلو ده، فبيكونوش ضايعين بيسألوا على طول، لا بيكون في عارفين ازاي هيشتغلوا. فدي برضو من الحاجات الكويسة في مع في الـ في الورك فلو ابروفل. في حاجات برضو بتخليه شوية اوتوميتد، زي ايه؟ زي اللي هي بيم 360 قديما والبيم كولابوريت حاليا، اللي هي بتقدر تحدد انت مين الناس اللي هيعملوا فاليديشن للورك ابروفل. فممكن تكون 2 يعني 2 ستيبس، ممكن 3 4 5 7 زي ما انت عايز، وبتحدد كل مرحلة مين اللي هيعمل الابروفل بتاعها. يعني الاوتوميشن بقت حاجة موجودة يعني في حياتنا اليومية في البيم. اخر حاجة هتكلم عنها ومش هطول فيها، اللي هي البروسيس والبروسيجرز. احنا اوريدي طلعنا بالورك فلو ابروفل اللي هو طريقة عمل معينة كلنا بنشتغل عليها، ولازم يكون في تسلسل في الابروفل والفاليديشن. فدي الورك فلوز هتبقى زي ما بنقول الدوكيمنت ريفرنس دوكيمنت للناس كلها في الشغل، واللي هنبني عليها. وكل مرحلة كل مرة هيكون المشروع الجديد هيتعمل بطريقة احسن واسهل، لانه احنا قرينا يعني اوريدي بنبني ونحسن ونعمل، يعني بنشوف ايه المشاكل عشان ما نعدهاش ونلاقي ايه الحلول الاحسن في المرحلة دي. دول اكزامبلز على ورك فلوز وبروسيجرز اللي بتتعمل حسب المرحلة، دول حسب الورك ان بروجرس والشيرد والبابلشد، ازاي ايه التحضيرات وايه ومين المسؤول عن كل مرحلة. واخر حاجة اللي هي في عندنا داشبورد والمتريكس، اللي هي موجودة مع مثلا في البيم تراك، اللي هي بتحسب برضو في انتجريشن بين البيم تراك والباور بي اي، اللي بتخلينا نشوف ان statistics لل مشاكل، مين اللي عندهم اكتر مشاكل، ايه المراحل اللي خلقت لنا مشاكل، فين كان في ربح اكتر وفين كان في بطء اكتر. دي حاجات اللي على اساسها نقدر نعمل اناليسز لاسلوب العمل، وهل العمل ده طلعنا منه يعني ازاي ممكن نعمله احسن المرة الجاية. في النهاية دي آخر البرزنتيشن المحاضرة، أرجو أني ما كنتش طولت عليكم كتير وتعبتكم بالكلام. دي برضو برجع وأقول البلاجنز والسوفتويرز اللي اتكلمت عنهم دول مش في نطاق publicity، بس دي الورك فلو والبيرسونال تشويس بتاعي. ده السمري، وبخص بالشكر بصراحة ناس كتير اللي ساعدوني في يعني خلال عملي وخلال التريننج بتاعي، وخلال دايما في ريسيرش في ناس كتير ساعدوني، منهم مهندس عمر سليم، بلال الدريدي، مونيا حبيبي من تونس، ماي تيم في تونس بيمن تاتش، سليم بدوي من كيان تريننج، واحمد القصي اللي بصراحه يعني دايما بيبهرني بكرمه باخلاقه بالبروفيشنسي بتاعه. يعني بصراحه كلكم يعني كل الناس اللي اتعاملت معاهم حلوين قوي. اسلام خليل صديقي من اوتوديسك يعني، واللي دايما دايما موجود وفيري ديديكيت للشغل بتاعه. انا لازم اشكر قوي 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 البيم تراك تيم احمد الكتاني واسيا اليفا، لانهم بصراحه كانوا كتير متعاونين ودوني يعني اكسس للفول اوبشنز للبيم تراك. وانا جهزت برضو برزنتيشن للبيم تراك اللي هنتكلم عنها برضو اي ثينك ان 2 ويكس. في ناس اللي لازم اشكرهم زي اجنسي من بيم كورنر، وكيفن كرامب من بيم جورو، وريفيت بيور، لانهم دول الثلاثه بيدوا يعني ريسورسز حلوه قوي، وانا بنصح بصراحه اي حد انه يتابعهم ويتابع البوست بتاعهم. ارجو اني ما اكونش طول عليكم، ارجو اني اكون افدتكم، لاني ما جبتش حاجه يعني عجب، انا بس يعني حاولت اني افيد بالشويه العلم اللي انا اتعلمته مع الوقت، واختصر على ناس الوقت اللي واحد بيعديه عشان يتعلم الحاجات دي. انا متأكدة انه في ناس كتير اكسبرت اكتر مني بكتير يعني في الموضوع ده. واتمنى اني اكون فدتكم، وشكرا قوي وشكرا على وقتكم. شكرا مهندس عمر. الو الو، سمعني؟ ايوه الو، ايوه دلوقتي سمعك. ايوه جزاكم الله كل خير على المحاضرة الرائعة. الله يكرمك، ولو في الله حد عايز يخليك. يسأل. إذا في أي حد عايز يسأل سؤال أهلا وسهلا.
ما أظنش في أسئلة. تمام خلاص ماشي، جزاكم الله خيرا، كل حاجة واضحة إن شاء الله. محاضرة جميلة زي المحاضرة دي مع المستفسر إن شاء الله قريبا خلال أسبوعين على ما أتوقع. إن شاء الله. شكرا شكرا قوي، شكرا، ماشي. الله يخليك. أوكي، مع السلامة.